السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. معكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. اتكلمت في حلقتين فاتوا عن الاير دروب بتاع الاكس ال ام اللي هو الستيلر بمعنى أصح، وناس كتير يعني اتكلمت معايا طبعا، وناس كتير ما عجبهاش الموضوع وتقول لك ان الموضوع نصب والكلام ده، وناس اخرى ما جالهاش الايميل. فحبيت النهارده اعمل فيديو تاني توضيحي ومكمل للفيديو الاولاني لعل وعسى يكون افاده لبعض الاشخاص، عشان نكون بادئين بالفكره. مش بلوكشاين او محفظه البلوكشاين هي مش سكام ولا اي حاجه، عشان في ناس ما بتفهمش باي حاجه قالت سكام. تمام، طالما ان البلوكشاين دخلت عمله الستيلر معناها ان الستيلر تو ذا مون، يعني الستيلر بدات تعترف بيها البيتكوين، وده يعتبر حاجه كويسه. البلوكشاين محفظه كويسه جدا ومحفظه سريعه. الستيلر يا جماعه عمله كويسه جدا وهي عدوه الاكس ار بي عشان تعرف. تمام، فعشان انت تحصل على الاكس ال ام كل ما عليك اللي انت المفروض تسجل في المحفظه، مش هتخش تعمل كليم هنا وتبعت الايميل وتقول له اوكي ويبعت لك على محفظه انت مش مسجل فيها. بالاكيد لازم تكون انت مسجل في المحفظه. تمام، فعشان كده لازم تكون عارف ان انت لازم تسجل قبل اي حاجه عشان تاخد الفورك او تاخد الستيلر. جالي النهارده ايميل زي ما انتم شايفين النهارده الساعه 8 الصبح قدام حضراتكم اهو، عشان بس ايه الناس كلها تكون شايفه ان دلوقتي من دلوقتي تم قبولي في الفورك، وكل ما عليا قدامي اسبوعين عشان استلم الفورك اللي هو ما يعادل 25 دولار، وكل ما عليا ان انا لازم اعمل فيريفايد الايدنتيتي كارد بتاعتي او الاوراق من خلال هذا الرابط. تمام، فهنشوف مع بعض النهارده هتعمل ايه عشان تبقوا انتوا فاهمين مع بعض برضو طريقة العمل. بعد ما بتسجل على المحفظة وبتفعل الايميل بتاعك بطريقة سهلة جدا، هو ده شكل محفظة البلوكشاين. ناس كتير في الأول سألتني قالت لي أفعل، قلت لها ما تفعليش، لأن ما كانش يعني ما تفعلوش لأن ما كانش جالي أي أخبار إن إحنا لازم نفعل الأوراق. فبالتالي دلوقتي هم بعتوا قال لك فعل أوراق، فلازم تفعل أوراق. جالنا ايميل على الميل بوكس زي ما هو بيقول لك كده، فلازم نروح نشوفه. اوكي، اتعرف على جهازي، هنخش تاني ونعمل لوجن بنفس الطريقه اهو يا جماعه بهذا الشكل دخل، وده محفظتي فاضيه زي ما انتم شايفين. عشان تفعل او عشان اهو هو هنا دخل لك قال لك ايدنتيتي فيريفايد، ولازم اهو كومبليت ناو. دي اسهل طريقه طبعا، اللي انت بتخش بتدوس هنا وبتدخلك على البيرسونال ويقول لك لازم، هي غلسه شويه اللي انت بترفع المحفظه الرخصه هنا او باسبور. اوكي، بتقوم بهذا التحميل بهذا الطريقه، بتختار باسبور او رخصه. تعال انا اختار مثلا الباسبور وبيقول لك حمله، هحمل الباسبور بتاعي. اوكي، اتحمل، بعمل كونفيرم. تمام، بعدين هنا بيقول لك افتح الكاميرا بتاعت الكمبيوتر بتاع الكمبيوتر الخاص بيك اهو، انيبل الكاميرا تو كونتينو فيس فيريفيكيشن، يعني هيصورك بالكاميرا سواء بالتليفون او سباق او سواء بالكمبيوتر بهذه الطريقه. تمام، بتدوس على انيبل كام وبتديك الشكل دوت. كل ما عليك ان انت بتصور نفسك او بتصور، وهصور وارجع لكم. طبعا بيكون بالصوره زي ما انتم شايفين، بتاخد سيلفي لنفسك، بيقول لك ميك شور ذات يور سيلفي كلير شوين يور فيس. هنا ما طلبش مني على ما اعتقد صوره يعني ان انت بتحمل الفيزا او الباسبور في ايديك. هنا بيقول لك رخصه وبطاقه، ما قالكش امسك الباسبور. تمام، او الكلام ده هندوس على يعني الصوره عشان تاكد التحميل بس يا شباب. تمام، هنا التحميل تم بطريقة جيدة جدا بدون أي مشاكل خالص. طب يا شباب، فات حوالي 24 ساعة بالظبط ووصل لي الإيميل ده زي ما شايفين قبل 9 ساعات، التاني كان من 8 ساعات اليوم اللي قبليه طبعا، وزي ما شايفين حضراتكم قال لك هنا يو هاف بين فيريفايد، يعني الأوراق تم قبولها بدون أي مشاكل بالطريقة اللي أنا وريتها لكم. دي أول إيميل أو رسالة منهم الساعة 1:42 صباحا، يعني من 9 ساعات. تاني ايميل
بعديه بالظبط بظرف تقريبا 3 دقائق او حاجه زي كده، قال لك كونجراتوليشن مبروك يور اكس ار ام ريدي تو ديستريبيوت، يعني وصل لي الاكس ار ام او بدا معايا، فبقول لك سيت اند ريلاكس وابدا الربح او حاجه زي كده اهو. يقول لي نو از اوكي، هنعرفك لما يكون الستيلر موجود في محفظتك. تالت ايميل في نفس الوقت برضو بعديها بكام دقيقه، قال لك هنا كونجراتوليشن يور اكس ال ام ان يور والت، كليك هير كليك ات اوت هير. اوكي انا يا شباب ما دخلتش ولا حاجه، خشوا قدامكم دلوقتي تعالوا نروح نشوف اذا كان حقيقي موجود الاكس ال ام بتاعي ولا لا. طبعا شفت في اول الفيديو المحفظه كانت فاضيه، تعالوا نشوف دلوقتي. وحقيقي اهو يا جماعه، الف مبروك على الناس اللي تابعتني في قناتي، الف مبروك لكل الناس اللي صدقتني وصدقت قناتي، والف مبروك لكل الناس اللي جالها الايميل او اتبعت الطريقه الصح. زي ما انتم شايفين $25، انا ما كذبتش، انا قلت الحقيقه، كل حاجه موجوده اهو، البالانس بتاعك انت كده يا جماعه، بقى ليك محفظة في البلوك شاين فيها $25 تقدر تحولها من محفظة لمحفظة او من داخل المحفظة او تعمل لهم هولدنج. انا شخصيا هعمل لهم هولدنج لان مش هيخسروني حاجة، بالعكس هشتري عليهم كمان 100 او 150 بحيث اكون عندي $50 واسيب الستيلر، انا مش خسران فيهم حاجة، يوم ما اخسر هبيع نصهم. بس في الاول في الاخر احنا دلوقتي عندنا ستيلر، انت دلوقتي عندك ستيلر، عندك محفظه كامله بالستيلر، مفعل اوراقك، كل حاجه بطريقه سهله. لو ما طلعتلكش الصفحه اللي احنا شفناها في اول فيديو، كل ما عليك انت بتخش على ستيلر هنا وبتعمل فيريفايد. زي ما شايفين يا جماعه النهارده نوفمبر 17، النهارده يوم 17 في الشهر، ويا رب اوريكم. تعالوا نشوف اهو، ثانيه واحده، فين التاريخ اهو، النهارده يوم 17 زي ما شايفين، يوم السبت الساعه 17 الساعه 10:30، 17 الساعه 1 الفجر وصل لي. ف الحمد لله كل حاجه تمام، اللي احنا قلناه حصل، وان شاء الله هنفيدكم بمعلومات ثانيه، بعملات ثانيه، بايردروب ثانيه، بس تكون حاجه صح مظبوطه لكل الناس. اشكركم، منتظر تعليقكم ارائكم، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك او سبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.